خليك منتبه منيح، شغل الديناميت ما في مزح، حطهم هنيك بسرعة. يلا استنى شوي، لا تعطي هدول المواد للعمال، لا قدر الله بيعملونا مصيبة. انتبه منيح، لا تحملون هيك. لا تقلق علي، من لما كنت ولد صغير كنت اشتغل فيهم. بعرف يا أستاذ، بس بكر بيك بيخاف عليك، لهيك خليك منتبه منيح. تعرفين انك بنت حلوة؟ عمي؟ يا عمي شوفي، خلص تركي. شو بدي اعمل فيها؟ هلا فهمت، بدك حطها على البدلة. برافو عليكي. لا لا تحطها هون يا عمي، هي مشان تهدية للبنت اللي رح تشوفها. هدية للبنت؟ يا مرتخي. اوهو ليكي بنتك ما عم تتركني بحالي. ايه شو عمل؟ جمال خير ان شاء الله، لوين رايح لحتى مأنق حالك هالقد؟ رايح يشوف زينب ويقلها بتقبلي تتزوجيني؟ يا ملعونة انا بورجيك، خليني امسكك يا بنت. يلا تعي. زينب لوين رايحة يا حلوة؟ كنت بدي أحكي معك شوي. مفكر إني رح أسمعك؟ يلا روح من وشي. زينب حاش تهربي، شو عم تستفيدي؟ أنت بتهربي وأنا بلحقك عطول. رح يكون حسابك صعب إذا بتلحقني. أنت زلمة ما بتفهم الحكي من أول مرة؟ قلت لك ألف مرة أنا بحب جمال. عم تحرقني هدول الخدود الحلوين وعيونك اللي مثل حبة اللوز. إذا أنت كتير حلوة شو بدك مني أعمل؟ مجنون على الآخر. وأخيراً فهمتي علي بالآخر، أنا واحد مجنون فيكي، مجنون. تروكي إيدي. اهدي زينب، بدي بوس خدك مرة واحدة بس، مرة خليني حقق هالحلم. يلا يلا يا شباب خفوا ايدكم استعجلوا. يا لطيف شو صار؟ لا مهلا وقت هذا الانفجار، ما قدروا يأجلوا الشغلة شوي. فخر الدين يا لطيف، فخر يا لطيف شو هاد؟ ابني فخر شو الدين شو عم بيصير يا شباب؟ فخر الدين عم بيلحقوا بسرعة بركي بنطلعوا. يا لطيف يا لطيف ابني ابني اخي ابني بلوح بلوح ابني حلوم حبيبي حبيبي ابني قوم قوم لا يا ابني يلا قوم قوم حبيبي يا ابني. رفيف ليلي لشوف زينب رح تقبل تتزوجني ولا ما رح تقبل؟ رح تتزوجك رح تتزوجك رح تتزوجك. بس يا بنت رح تتزوجك. بس هلا بتسمع ستك. بس رح تتزوج. والله مالك هينة يا بنت، عن جد ملعونة. اوبا جمال ايه؟ لا تتأخر بالليل منشان نقعد على سفرة واحدة بس رجع أخوك من شغله. ماشي أختي. أختي عطيني رأيك كيف؟ عن جد طالع بتطير العقل. عمي رح يصير عندك أولاد بس تتزوج أنت وخالتي زينب مو هيك؟ سكتي يا ملعونة. وينك أمي؟ وينك أمي؟ وينك يا أمي؟ أمي
ردي أمي. شو في يا خليل؟ أخي فخر الدين. شبو أخي؟ شو؟ انفجار، صار في انفجار. شو؟ أخي بسرعة. لا مو معقول. يلا بسرعة. ابني يا ربي شو صار لابني؟ يلا ابني تعالي بسرعة. يلا بسرعة ابني. ابني ابني حبيبي. ابني أخي. ابني أخي يا روحي انت. Ha 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 ha.
خليك قوي جمال. شكرا يا زينة، شكرا. يلا مكتب، قومي بترجاك، قومي. يلا بترجاك. يتيم بي بي. طولي بالك مرتخي. يلا 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 مرتخي، شدي حالك، خليكي قوية، قومي. جمال، مات أخوك يا جمال، شو رح يصير فينا؟ الله يصبرك ويخلي بيك. شكرا يا جماعة، تشوفوا الخير. جدي جدي، نحن بدنا نروح على بيت تاني. رفيف، مضي على دفن فخر الدين 40 يوم، قلوبنا معك. يبارك فيكم. جينا لهون لناخد بالخاطر، ومن جهة تانية لنشوف وضع أختنا هاجر وولادها. يا بكر بيك، أختنا هاجر صارت أرملة وعندها ولدين وبعدها صبية، ولهيك ما في غير طريقين قدام اختنا هاجر. يا اما مناخد اختنا معنا. الاولاد امانه ابني عندي، وما راح اسمح يطلعوا من هالبيت، مستحيل اتخلى عنهم. هدول بيكونوا اولاد ابني، راح ربيهم وحطهم بعيوني، ما بناقش بهالموضوع. معناها راح ناخد اختنا هاجر معنا وخلي الاولاد هون. عمرك شفت ام بالدنيا بتترك اولادها وبتروح؟ بنات الاصل بيبقوا مع اولادهم، رح تكون حياة الأولاد سيئة بلا أم. بكر بيك، شو الحل؟ بالنسبة إلنا ما حلو نترك أختنا لحالة وهي أرملة بهالبيت، فشو نعمل؟ أختكن هي بنتي وأولادها هن أحفادي، رح تكون مكسورة بينكن، هي أرملة. شو هالحكي؟ ما برضاها تنكسر أو تحس إنها غريبة، مثل ما كانت عايشة وابني موجود بتضلها. صراحة لهلأ الجرح لساته مفتوح، يعني لسه ما تسكر، بيجوز مع الوقت تحس انه اختي صارت عبء عليك. بكر بيك، عم تنسى انه في شاب بالغ ساكن بنفس البيت. انا بقصد انه هذا عكس تقاليدنا. اذا هيك القصة انا عندي حل تاني. العرف. جمال، اشتقت لك كتير، فكرتك ما رح تجي اليوم. ما بقدر اترك البيت يا زينة، ما بقدر. مرق على وفاة أخي 2 تقريباً، والكل وضعهم صعب، أمي وأبي ومرت أخي.
بتصدقي مثل ناره عم تشعل جوات قلبي، عم بحترق، عم بتعذب زينب. لو مالك موجودة شو كنت بدي أعمل؟ هالحكي مو معقول، أنا معك على طول لو شو ما صار. حبيبتي تعرفي وقت اللي إجا خبر وفاة أخي كنت مجهز حالي لأجي شوفك، لو تعرفي قديش كنت متحمس وقتها. طيب ليش؟ قول ليش كنت كتير متحمس؟ لأنه أنا كنت بدي أقول لك بتقبلي تتجوزيني؟ بس هلأ لساني ما عم يقدر يقولها. بعد ما توفى أخي كل شي تغير. طمن بالك من جهتي، أنا بحبك من كل قلبي، مستحيل أقدر أحب حدا غيرك، رح أستناك. بس لأيمتى يا زينب؟ ما بقدر أوعدك. قديش بدك تستنيني؟ قديش؟ لحتى موت يا جمال، لحتى الله ياخد أمانته. بحبك زينب، بحبك. المكان اللي تركه فخر الدين بحياته رح يعبيه ابني جمال. رح نسوي جمال من هاجر. من اليوم ورايح رح تصير هاجر مرت ابني جمال. فكروا بالموضوع ودرسوه منيح. هذا الحل بناسب الكل وما بظن رح يكون في اعتراض، لأنه هيك الأعراف بتقول. بكر بيك معه حق، بالعرف أخو زوجها هو أحق واحد بأنه يتزوجها. طبعاً هاد إذا وافق جمال، مو بكر بيك؟ جمال ما بيعرف بهالشي اللي رح يصير هلأ حسب الأعراف. طيب منستأذن، قدامنا سفر. بالإذن يا جماعة. أمي بترجاكي لا تعملوا هيك. أمي الله معكم، مع الله السلامة. تسلم أخي. الله يصبركم يا رب. وإلى بالإذن. شكرا أخي، شكرا أخي. الله يصبرك أختي. أخي. الله يصبرك. الله يصبرك أختي. لا تعملوا فيني هيك أخي. لا يا أخي لا. الله يصبركم. بالإذن، مع السلامة. يسلم تمه. الله يسلمك. صوت الحلو. شكرا. حلو والله. كل يوم لازم. يسلم هالتم، غنيت كثير حلو. اهلين اخي. صوته بجنة. هاي اول مره بشوفك عم تضحك بعد موت اخوك. ايه، لانه شفت زينب قبل شوي وحكينا مع بعض كمان. حكيته بخصوص الزواج؟ زينب رح تستناني يا عارف، وبعدين الامر رح يتيسر. بعد ما قالت لي انه رح تستناني السنه او السنه الجايه ما بتصدق قديش ارتحت يا عارف، كتير مرتاح. بركي تفرج. جمال، ما فينا نوقف بوش القدر. الحياة رح تستمر وما بتوقف عند حدا، وإذا انكسر غصن من الشجرة ما بتموت ورح تكبر وتستمر بحياتها. كلامك صح، معك حق يا عارف. مين بيعرف؟ زينب رح تستناني يا رفيقي. اللي بعرفه إنه رح نجتمع. بعد ما قالت لي إنه رح تستناني، مو مهم، بالنهاية مع بعض. بس صدقني الانتظار صعب كتير يا جمال. عارف قلتك رح تستناني؟ لا تشغل بالك بالموضوع. العشق مثل المي الماشية، بتاخد معها قلب الإنسان وما بتوقف. بتطلع عليها بتشوف صورتك فيها. إذا أنت وزينب قدرتوا تشوفوا ببعض هذا الحب الكبير، فالشي الأكيد إنه ما رح تفترقوا عن بعض. صحيح يا عارف، معك حق. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.